بتاعت الصورة اللي انتشرت، خلي بالك هي الصورة في الآخر بتعبر عن نفسية هزيمة. نعم. يعني كمية الناس الغريبة العجيبة اللي هم فرحانين ان ده انتصار، ان الصورة دي طلعت، ده دليل على نفسية الهزيمة. أصل انت لما تكون تعتبر صورة اتخذت بلا مروءة خلسة في حج امام رمي الجمرات تعتبرها انتصار، وهكذا انتصرنا، في بعضهم كتب الكلامنا هكذا انتصرنا، دي عقلية المنهزم، دي عقلية المريض اللي هو يكاد يشاور على صورة ويقول سنفتح حكة هو بيتكلم على صورة. فالحقيقة هي حركة صبيانية صغيرة، ما كانت تستاهل كل هذه الضجة. رد فعلي على تصرف باين، لان اي عقل ده يعني. انا على فكره الناس بتقول طب وانت ليه كنت بتبص بالغضب ده في الحج بتعمل كده؟ يعني انا كانت العجب اللي عندي في الحج.